ويكون هؤلاء الشباب الذين التفوا حول هذا الذي هو غير معروف ضد إخوانهم السلفيين المعروفين، وتصبح هناك السباب، ثم يؤلبون المجتمع على هؤلاء الشباب السلفيين. يا أخي هذا خطأ، خطأ يحرم عليك، انتبه المسألة ما هي كذا جاية، يحرم عليك شرعا أن تتلقى العلم ممن لا تعلم حاله وممن ليس مزكا ومقبول القول، يحرم عليك، لأنه هذا العلم دين، فأنت تتعبد الله بهذا الدين. هل تتعبد الله بدين من رجل سوء ولا من رجل حق؟ من رجل حق. أما بعض السلفيين لا، أبدا أبدا، يجيهم واحد يتصدر يلتف حوله، يدرسهم تفسير، يدرسهم أحاديث أحكام، يدرسهم كذا علوم آلة، لغة عربية، نحو، أصول فقه، يلتفون حوله، ثم بعد ذلك يلتفون حوله وهم لا يدرون حاله، ثم بعد ذلك يؤصل فيهم الأصول الباطلة ويؤصل فيهم أصول ضد السلفية، ويأتي على الأصول السلفية ويميعها أو يجعلها بمفهوم خاطئ فيضرب الشباب. لا والله أنا ما أجلس إليه حتى أعلم من هو وأسأل عنه، والله لأن تجلس في بيتك بما تعلمه من صلاة وزكاة وصيام خير لك من أن تجلس عند رجل يضلك، لأنك إن ضللت لا تدري أما أصحاب الجنة أم أصحاب النار.